قصة وحزورة. التواضع شي كتير مهم بحياة كل واحد منا، ولكن شو بتعنى هالكلمة وكيف يعني الشخص يتواضع؟ أولاً، تواضع يعني الاحترام. كلمة الرب بتوصينا وبتقول أظهروا احتراماً لجميع الناس، أحبوا إخوتكم في المسيح. أي احترام الغير هو جزء أساسي ومهم من التواضع. ثانياً، نعترف بأغلاطنا ونسامح بعضنا البعض، والاعتذار الحقيقي يا أصدقائي بيعني أيضاً أنه نتغير عن الغلط ونصحح أخطائنا. ثالثاً، التواضع معناه أنه نخدم ونساعد الآخر. لما نقدم من وقتنا واحتياجاتنا كرمال إخواتنا وأصدقائنا، هيدي فعلاً علامة رائعة على التواضع. وأخيراً، التواضع بيعني أنه نكون لطيفين. لازم نفكر جيداً قبل ما نحكي أمور تسيء إلى الآخر، فمهم جداً نكون لطيفين بحياتنا وبكلامنا حتى نكون أشخاص متواضعين. بالنهاية أصدقائي، خلينا نفكر بهالزجاجتين من الماء. الزرقاء هي بتمثل حياتنا، والماء هو التواضع. وكل ما نمتلئ بالتواضع، ما رح نخلي أي مكان للتكبر إنه يدخل إلى حياتنا.